السلام عليكم إخوة الأخوات، مرحبا بكم بلوك جديد في نهار جديد. بغينا ندير واحد الجولة من تمصرت اتجاه العزوزية حتى العزوزية. احنا دابا باقيين في تمصورت في السويقه، الحمد لله احنا على كثر دار الحمد لله موجود 60 ريال، 50 60 ريال الكيلو، كاين 40 ريال، ولكن اللي مزيان هو 50 60، ولكن الحمد لله الاغلبيه زوين، اغلبيته زوين. المهم خارج هذا العام داكشي رفع زوين. مدينه المهن الكفاءات على اليسار تيبان ليا من العيد تقريبا كانوا حابسين، ولكن مؤخرا غادي قريب تبدا الخدمه ان شاء الله، عاوتاني نرجعوا ليها. تنتمناو على انه الاشغال تكمل في اقرب وقت باش تحل. حنا اللي مهم عندنا حنا هو تحل وتجلب شويه الاهتمام وشويه ديال شويه الرواج وشويه الاقتصاد وشويه ديال سمعتي عليه. حنا دابا في الرومبا ديال العمران، وبغينا نشدو الطريق الوطنية اللي غادية لمراكش. هادي هي العمران راهي مفصل، نشدو حنا دابا الطريق الوطنية. الجوع شوية غائم، هادي تقريبا شي 7 و50، غادي لمراكش نجيب واحد الدويرة نديو الوليدات شوية يبدلو الجو، صافي هما راه قضية سخونة. مواضيع متعددة خدينا هضرنا فيها مؤخرا، هضرنا في مواضيع سياسية، وكاين شي واحد يعلقو قالك ودي لا مواضيع سياسية فوتها وكذا وكذا. المهم حنا بالنسبة لنا الأساس في هاد القناة هو الجولات وسميتو عليه، وتنعرفو بالمناطق المختلفة ديال تمصورت مراكش النواحي، واي بلاصه مثلا مشيت لها تنعرف بها مثلا شي مدينه اكادير صويره اسفي اي بلاصه جديده، اي بلاصه فين ما مشيت الحمد لله تنحاول ما امكن انني ننقل الصوره، والناس اللي تيكونوا ديروا هذيك المنطقه راه تيشوفوا هذيك داك الفيديو تيتفرجوا فيه. كاين الناس اللي كاينين في مراكش، كاين الناس اللي كاينين خارج مراكش، كاين الناس اللي خارج المغرب كاع، ايوا تيبغيو يشوفوا المناطق اللي تنشوفوها حنا وتنزوروها، وما تيكونوا بعاد عليها، تيكونوا ربما شحال هذا ما جاوش، وتنقلوا لهم هذيك الصوره. وبالنسبه للمواضيع السياسيه اللي ما تعجبوش المواضيع السياسيه ماشي مشكل، كان شي فيديو سياسي ما يدخلش ليه وصافي، لانه بعض المرات الامور السياسيه كتكون طاغيه وكتضطر على انك دير فيديو سياسي باش تهضر، خاصة مع هذوك الكراغيلة هذوك الجزائريين الله يهديهم، ولا لا يهديهم كاع يخليهم غير هكا كيبقاو مشغولين براسهم وصافي. ما عرفت والله ما عرفت مارس، بعض المرات تبغي تشوف زعما ديك النظرة ديال الإسلام وراه مسلمين وكذا وكذا، ولكن أخويا راه ما شاء الله وصافي. فاش تنشوفو داكشي اللي دارو زعما فاش كان المنتخب وهداكشي، تيسفروا على المنتخب وقطعوا واحد الجزء من النشيد الوطني و تيتهمونا باي حاجه وقعت لهم تيتهمونا، واي حاجه مثلا شي مغرب حقق شي حاجه مثلا شي سبق في اي ميدان تيشككوا فيه، تيقول لك لا راه غير كذوب راه غير زوير راه غير كذا، بلعاني تيحاول ما امكن انهم. المهم شنو نقول لكم، انا عكسنا وصافي.
ما عرفناش بين نديرو معاهم، والله ما عرفناش بين نديرو معاهم. وبعض المرات تنحيرو مع خوتنا المغاربة تيضلو تيقولك لا راه خاوة خاوة فوتوهم واش بيتيهم. راه خصهم هما يفوتونا، خصهم هما يفوتونا يتفرقوا علينا العاط الله، لما يتفرقوا علينا العاط الله لما يفوتونا. ايوا واش غادي دير ان شاء الله صافي، حنا اش خلى هذاك ان عدتم عدنا، هادشي اللي غادي نقولو. حنا نبقاو في طم صورتو وزمو المواضيع السياسيه راه دو طون زون طون غادي نقولوهم وغادي نهضرو فيهم، وحتى في الجولات كاع غادي نهضرو في امور سياسيه وفي امور. كنت كتبت واحد المقال مؤخرا تا هو سياسي على قال لك داك علاش على قارب توقع عليهم فاش كانت اعترفت اسبانيا بالحكم الذاتي وكذا ومغربيه الصحراء وكذا وكذا. طلع لها الدم الجزائر، فاش طلع لها الدم ولات حاولت ما امكن انها تستميل داك ايطاليا وكذا زعما باش تقلي لينا حنا السم وتقلي السم للسبليون. المهم فاش جا هذا كان قدم الاستقاله ديالو داك الرئيس الحكومه ديال ايطاليا وما قبلوهاش ليه، قالوا ودي سير بعدا جيب واحد الدويره في الجزائر. مشى جاب دويره في الجزائر، سينا شي اتفاقيات وكذا وكذا زعما عطاو باعوا ليه المحروقات وداكشي البترول وداكشي بكار ثمن ثلث ديال الثمن العالمي. هي زعما باش داكشي اللي كانت دايره الجزائر مع اسبانيا تولي دايره مع الطاليان. المهم هو مضى معاهم قاد الامور وداكشي وكذا، فاش رجع لبلادو ويقدم استقالته، يعني دا لهم دوك العقود. لان الجزائر ماشي مضات معاه هو، راه مضات مع مع الدوله الايطاليه، يعني واخا يمشي هو واخا ما يمشيش راه تيبقاو دوك العقود ساري المفعول. ايوا ما يتصيدوا دابا، تصيدوا هما دابا اش غايديروا، ما عندهم ما يديروا. يعني هما اكبر شمس العشيه وقعت لهم. حنا دابا غاديين في الطريق الوطنيه في اتجاه مراكش. حنا دابا على اليسار كاين هنا، على اليسار فين كاين دواريت مسعود واليمين راه كان خلينا دابا ديك الدخله ديال ايت وعزو. كاين شركات هنا ولا شركات هانتوما بحال غيطا فير، بحال شركة ديال الحديد، شركة ديال البيطون، شركة ديال لي ستاسيون سيرفيس، شركة ديال البيطون بزاف كتاع شي ثلاثة ولا أربعة. و بالنسبة لشركات أخرين تا هما ديال المهم متعددين، وحدة كاينة ديال القنم، كاينة القدام، كاين شركة ديال الرخام كتار تا هما ولا الرخام هنا موجود في طريق حربيل او لا ولا رخام موجود تبارك الله. هذا اللي عليه صار هو درع الفول اللي عليه من يربي عفوا، هذا اللي عليه من هو درع الفول. هاد البلاصه تيقولوا درع الفول كاين فيها شي نزاع كذا كذا على داكشي ديال الاراضي السلاليه وداكشي، ما عرفتش اش باقي داروا فيه. هاد المسجد هو بحال داروا جديد على اليمين، اصلت فيه المغرب البارح ولا ما عرفوا البارح، غادي بحال هكا ودنا عليه المغرب في الطريق ولا نزلت فيه زوين. الله لا نقي، باقي الفراش ديالو نقي، شي محسن هو اللي بناه وجهزو هذاك الشيء، ما عرفوش شد ديال الاوقاف ولا باقي. هنا علي من كذلك كاين واحد القهوه هي بغات تحل ديال الماكله ديال الطواجن وهذاك الشيء راه بغات تحل. كاين هنا على الثاني على اليسار ديك المدرسه ديال ولاد مسعود راه فركسوا ليها البلاكه فارماسية، هاد لافارماسية راه قديمة هنايا. هذا كومبينغ عقلت على الكومبينغ فاش كان خدام، هذا اللي عليه من كومبينغ ايام فاش كان خدام، باقي عقلت عليه فاش بحال جينا ديك الساعة للمنطقة. المهم هاد التراجي هذا راه ولا تيعرفو واحد الحيوية كبيرة، دابا راه ولاو الطوموبيلات غاديين جايين فيه ما تيحبش، ولا خطير شي شويه بالنسبه للراجلين خصهم يردوا فيه البال، يردوا البال لان انا راه شي شحال ديال الحوادث تيوقعوا ما شاء الله وصافي. ها واحد 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 الرموك جا هو ويدوبلني شتي وناطر شتي انا بشحال غادي، غادي 60 هو شوف بشحال غادي غادي بعدا واحد كدا 70 وانا يلاه عندك 60
واش دير ما شاء الله وصف. دابا هو رموك وغادي ندفع دوبلني. المهم احنا قربنا للتصفية وهنا فين كانت هنا على اليمين قربنا لبلاصة الدورة فين كانت قبل لا ديشارج الزبالة فين كانت قبل وحيدوها ولاو داروها في ولاو بعدوها مشات جهة 44 وهداك الشيء. راني هنا البلاصة فين كانت بغي يديرو شي بحال غابة بحال غرسو الغرس وداك الشيء. وتتمناو على انه يكبر داك الشجار وهداك الشيء خصهم يعطيوه الماء. هاد المرة كنت بغيت نطلع نصور تما كاين فوق وما قالك لا ممنوع تلاهم بلاش اش غدير تبغي تشوف غير كيفاش داير الوقت تما وكيفاش ساقلك لا مبغاش لي يصور ليهم تما تيولي الشجار تيولي دارو بحال شي حالة زوين طالع تا الفوق هنا على هاد شتو هاد سميتو باقي تيدخلو صحاب حين دايرين ديبويات ديال هادشي ديال المخلفات كاينين الناس دايرين دابا ديبويات تما تيجمعو هاديك المخلفات بحال تياخدوهم من عند هاديك دابا نورمالمون هاديك خصها تمشي تا لجهة 44 ولكن هنا دايرين ديبويات دروك و تيجمعو تما. هادي مفترق الطرق على اليسار واحد سيدي ابراهيم الدور على اليسار تمشي لواحد سيدي ابراهيم هنايا حنا دابا قربنا للقنطرة ديال واد تنسيف مدخل مراكش هنايا تنقول ليه واد تنسيف واد تنسيف ماشي تنسيف ناشف علاش تنقول ليه تنسيف راه شتي من الثمانينات مبقاش تيجري تقريبا ولا ما في التسعينات مبقاش تيجري في الصيف ولا تيجري في الشتوى ولا الا كان شي رعدة شفت في المطر شحال تيجري في الشتوى وهادي اللي من تصفية شتي هاهي تصفية هي التصفية ديال واد الحار وهاداك الشي هي هادي التصفية ديال مراكش هي جات في جنب ديال العزوزية نتا تعطيهم شوية الريحة ولكن ماشي بزاف تيديرو شي دي برودوي و هداكشي و متبقاش ديك الريحة أيوا تقريبا حنا غادي نساليو البروك ديالنا هنا في المدخل جيت سميتو جيت هاد فروج هذا هو الفروج ديال التصفية تنقول حنا الفروج ديال التصفية الدور على اليمين تمشي للعزوزية تمشي تدخل لمراكش عبر العزوزية وعبر يلا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.